بتقول أنا عايشة في خوف طول الوقت وقلق وتوتر، مش عارفة أرتاح ولا أنام، خايفة على أولادي على طول من المرض وهكذا إلى آخر الكلام. أنا عايزك أتكلم عن الخوف يا جماعة بقدر من التفصيل. أولا هنالك حاجة اسمها غريزة الخوف. إيه غريزة الخوف؟ دي يعني رد فعل تلقائي ربنا خلقه في الإنسان إنه يسمع صوت قنبلة، يقوم الأدرينالين يطلع في جسمه يعني يمتلك طاقة ورد فعل لصوت الانفجار يجري. الخوف ده طبيعي، والغريزة دي معمولة في الإنسان عشان الإنسان ينجو من المخاطر. أما يبقى في حاجة بتهدد سلامته ينجو منها، يسمع صوت يخيفه أو يحصل موقف يخيفه أو إلى آخره، هذا رد الفعل. بلاش موقف ولا حاجة، أنا قاعد كده في أمانة الله وبكلمكم دلوقتي، وبعدين على غفلة كده واحد من الكشافات دول راح هوب وقع اتخبط، لازم أعمل كده طبعا. ده إيه؟ ده رد فعل تلقائي في الجسد وفي النفس لردود الأفعال للمؤثرات. ده واحد. يبقى لما أكون أنا بخاف الخوف الطبيعي ده لا خطية ولا حاجة وحشة، ده الطبيعة اللي الإنسان اتخلق عليها. ولكن لما الموضوع بقى يتحول إلى تربية على الخوف، يبقى تاني مرحلة بقى من أكبر الأخطاء اللي كانوا بيعملوها معانا احنا صغيرين ولسه الناس كتير بتعملها لغاية دلوقتي. كانوا يقعدوا يحكوا لنا على العفاريت، في غول بيطلع من البحر ويخطف العيال الصغيرين، خايفين عشان الأطفال لما كنا أطفال ما يروحوش عند النهر وبعدين ينزلوا يغرقوا إلى آخره. رد الفعل بقى اللي بيتكون في الطفولة أو المربية اللي بتربي العيل وعايزة تنامه، مش عايز ينام وعايزة تخلص من المهمة، وساعات أمه كمان تعمل كده أو جدته، فعايزة ينام هي وراها شغلة تقوم تشتغل في البيت فتبتدي تخوفه، تقول له نام أحسن أبو رجل مسلوخة جاي إلى آخره، بقى أبو رجل مسلوخة وأبو ما عرفش إيه وكده. المؤثرات السلبية دي بترسخ في نفس الصغير ويكبر عليه. ثلاثة، المرحلة الثالثة بقى. المرحلة الثالثة إنه أنا بقى أكمل على الخوف بالقصص، بالتلفزيون. زي ايه القصص؟ جارتي تحكي لي، جارتك يعني تحكي لك انه مش عارف مين جرى له ايه وابنها راح فين وحصل ايه وخبطته العربية وكان رايح، وكل القصص دي مليئة بالمؤثرات العاطفية الخادعة اللي ما بتقولش ان هو ما سمعش الكلام. لما ابوه قال له روح اعمل صيانة العربية قبل ما تطلع العربية، ما بيتقالش كل ده، ما بيتقالش انه كان بيسوق بطريقة مستهترة ومتهورة، ما بيتقالش انه كل السلبية، لكن بيتقال ايه؟ فقط الموت والمخيف وابنها والوحيد ويعيني ومات.
القصص بقى دي بتترسخ جوه. دي ثلاثة. فانت بقى كمان تبقى متوقعة ان ابنك هيحصل له زي القصة اللي جت. ده كلام مش صحيح. ده كلام مش صحيح، لان القصص اللي اتحكت دي كلها خادعة ومبتورة، ما قالتش كل الاسباب. اللي عمال يشرب بقى من الخوف ومن التأثيرات، فيدخل الخوف إلى نفسه، فيتراكم إحساس الخوف زي ما قلت بقى من القصص، من المسرحيات التلفزيونية، وهو عايز بقى المخرج عايز يعمل أكشن، فالأكشن يبقى إيه؟ طلع التمساح، وهو طبعا التمساح ده بلاستيك. انت قاعد شايف بريده تمساح، وراح البالع الراجل، وهو الراجل ما بلعش ولا حاجه، ده هو بعد ما يخلص التصوير هيطلعه من البلاستيك، لان كل دي خدعه تصويريه. ولكن هو عايز يعمل اكشن عشان يعمل فلوس، فتترسب الصوره المرعبه والمخيفه. وانا شفت فيديو بالشكل ده. ايه الفيديو؟ زي ما قلت لك كده، راجل وست اصحاب يعني، ولا متجوزين ولا اي حاجه، راحوا في طرف البحيره، راح طالع التمساح وبالع الراجل. طبعا انا لسه قايل لك ده تمساح بلاستيك، ولكن عشان يخلي المشاهد ينفعل بالخوف والرعب، يعمل ايه بقى؟ ما هو قاعد يصور، ما هو كله مسرحيه، انت الغلبان الوحيد اللي فاهم انها حقيقيه. الست بقى اللي كانت معاه جايه تجري بفزع، كله تمثيل عشان تتاكد انت يا غلبان ان التمساح كله، وانها اتفزعت ومش عارف وايه الكلام ده. اللي بتشوفه ده كله كذب في كذب وخداع وكلام فارغ بس في الاخر كلها اساليب عشان الناس تعمل فلوس وتعمل اكشن وانت تشرب روح الخوف. قصص، مشاهدات، مخاوف، كله عمال يتراكم. نيجي بقى للتأثير الروحي. يعني ده كل ده من غير ما فيه إبليس ولا غير إبليس، كل دي تأثيرات نفسية. لكن ممكن بقى يضاف إلى هذا إن يبقى فيه تأثير روحي، يعني في روح شرير، روح الخوف جالك بقى، عارف سكتك، إبليس عارف إن دي السكة اللي يدخل لك منها من روح الخوف، أو أنت وارث أو أنت وارثة من الأقدمين تأثيرات سحر أو ما إليه، فالروح الشرير عارف السكر. فطبعا زي واحد بيتكلم في الميكروفون، الحاجة اللي كانت قد كده في نفسيا هتبقى قد كده بالروح الشرير. هو دي المشكلة بالظبط اللي انت بتشتكي منها. احنا هنقول الإجابة باختصار في حاجتي. الجانب النفسي، أنا لازم أتدرب إن أعمل تفريغ للخبرات الكاذبة الخادعة دي، وأعمل إحلال للقصص اللي بتحكي عن محبة الله ورعايته وعنايته، وكيف خلص من جب الأسود مش بالتمساح، وكيف وهكذا. فالقصص كتيرة بقى فيه الكتاب المقدس، وأعمال الله كتير، والقصص اللي حصلت مع كثيرين، والأشفية والمعجزات اللي حصلت ملهاش أول ولا آخر. فأنا هعمل إيه؟ أعمل إحلال، أخرج الخبرات اللي دخلت روح الخوف نفسيا، وأحل محلها الخبرات الإيجابية اللي
تطرد الخوف من نفسي. ده نفسيا اهو. نروح بقى لروحيا. يعني انا ممكن اكون نفسيا عندي عقده الخوف ومفيش حاجه روحيه لا شياطين ولا غيره طبعا. لكن لما يبقى الموضوع بقى فيه تاثيرات روحيه اعمل ايه؟ اواجه ابليس اقول له انت كذاب. المسيح قال انك انت كذاب وابو الكذاب. يقول لي إيه عيالك هيموتوا؟ اقول له ما دام انت بتقول يبقى هم محفوظين في اسم المسيح لان انت كذاب. وانتهره بقى باسم الرب يسوع المسيح، مش هصدقه واخاف من كلامه، لا، قاوموا ابليس فيهرب منكم. الفكره بقى الاخيره في الموضوع انه كما تراكم الخوف عليك وملأ نفسك، او كما نجح ابليس انه يسود افكارك، كل ما تطردي ابليس وكل ما ترفض الخوف تاخدي محل الخوف أمان وشجاعة وثقة، بس اكبري في الخبرة لغاية ما يجي اليوم اللي فيه الخوف يروح. يعني بالتدريج لما تشوف الخبرات تشوف الرب بينجي ونجاكي ومرة واثنين الله ده بينجي اهو. فالفكرة انك ما قاعدة تحت الخبرات السلبية وما عملتيش التفريغ اللي قلت عليه او جربتي الخبرات، لكن بالمثابرة هنوصل وننتصر على روح الخوف. ويا ما ناس كتير كان عندها عقدة الخوف. أنا كنت كده وأنا صغير من الحواديت اللي كانوا بيحتوان على العفريت اللي هيطلع من نهر النيل. كان بيتنا قدام النيل اللي هو فرع دمياط ده، وكل ما بص على النهر أخاف العفريت. طبعا. وهل كل ده اتمسح؟ طبعا. اتشجع وتشجعي باسم يسوع. يمكنك المساهمة في الخدمة عن طريق التبرع عبر الطرق الآتية: من مصر عبر الحساب بالبريد المصري كنيسة أثناسيوس الروسية الأرثوذكسية، حساب رقم 0101-1029-63-48-18، أو عبر فودافون كاش 010-66-16-82-84، وللتبرع عبر الإنترنت من خلال الروابط أسفل الفيديو.